عيش حياتك ده الفيلم اللي اختاره سامح حسين انه ينافس بيه خلال الفترة اللي جاية، واللي هتشارك في بطولته المطربة ساندي. وده طبعا اول تعاون يجمع ما بينهم. معروف عن سامح حسين انه كوميديان كبير وساندي البنت الكيوت. يا ترى ايه تفاصيل التعاون ده والكواليس بينهم كان شكلها عامل ازاي؟ ده اللي عرفناه منهم بنفسهم. I woke up with a fear this morning. I only wanna hear love songs. I found my heart up in this place tonight. I don't wanna sing mad songs anymore. ساندي عاملة أغنية رائعة 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 يعني. هتبقى مفاجأة. ساندي هي مصورة فوتوغرافيا في الشركة اللي أنا شغال فيها. وبنطلع أنا وهي الرحلة بتاعت الفيلم كله في عربية بنلف مصر كلها. أما عن تفاصيل الشخصية اللي بيقدمها سامح حسين، كرييتيف إعلانات، مجنون شوية وخلاق يعني، بيقعد كرييتيف. شخصية الفيلم قريبة قوي من شخصيتي داليا، وهي متفائلة كده وبتحب الحياة، فده اللي عجبني في الدور. داليا مصورة وبيحصل بينها وبين سامح مواقف من خلال شغلهم لأنهم بيشتغلوا مع بعض، ومش عايز أحرق الباقي بقى عشان أنا ما سبتش حاجة في الفيلم. الفيلم أحداثه بتدور في أكتر من مكان سياحي داخل وخارج القاهرة، زي سانت كاترين ودهب ولوكسور وسيوة. وبنقول ان مصر فيها اجمل اماكن في العالم، وده حقيقي، لان في ناس بتيجي من كل الاماكن في العالم علشان تروح الاماكن دي. طبعا في صعوبات في تصاريحها شوية، بتبقى اكتر علشان هي اماكن حساسة شوية، بس ده جزء من الشغل يعني. بالرغم من الكوميديا اللي في الفيلم، الا ان سامح بيحاول يقدم رسالة لجمهوره. الفيلم بيدي طاقة ايجابية، ده رقم واحد. رقم اتنين، بنعرف عن طريق الأماكن السياحية اللي موجودة في مصر، الأماكن الطبيعية، قد إيه مصر جميلة بناسها وبأرضها. وبيظهر سامح بلوك جديد قريب للنجوم الأتراك. أنا مالي بالأتراك يا عم؟ ما عرفوش مهم. ساندي مش بس بتمثل في الفيلم، دي هي كمان هتقدم أغنية، بس أصرت تخليها مفاجأة. لسه مش عايزة أقول بقى. يا أحسن خليها مفاجأة للناس. وعشان كان عيد ميلادها في نفس اليوم، غنت معانا لعيد ميلادها. يا ابن حالة مقالها التورتة بيها سمع. شكرا قوي بجد، مبسوطه انكم موجودين معايا. اما بقى محمد نور، فحاولنا نقنعه انه يتكلم عن دوره، لكن رفض عشان تضارب الأخبار بين تواجده في الفيلم كضيف شرف وكأحد الأبطال.